من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، ومن ثم فإنه لو باعه ما لم يكن قادرا على تسليمه وهو ملكه، أو أنه ليس في ملكه الملك التام لحديث لا تبع ما ليس عندك، ولو كان يملكه لكنه بمثابة غير المقدور على تسليمه أو سيلحقه عجز في تسليمه فإنه لا يجوز. ولذلك لو باعه ما سيتأخر من سلعة هو يملكها لكنه لم يقبضها فهنا لا يجوز، إضافة إلى ما مر معنا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، ويجري في مثل ذلك ما يقع من بعض الناس، قد يمنح قطعة أرض من الدولة وثبتت ملكيته لها لكنها لم تخرج بعد ولم يملكها، هنا يبيعها قبل أن يقبضها فلا يجوز. ومعلوم أنه لو باعها هنا لن يبيعها بسعر يومها فسيبيعها بأقل، من باب ماذا؟ من باب أن يتحصل على شيء يضمنه هو، لكن بينما الطرف الآخر قد لا يضمن أن يحصل على هذه الأرض، وبالتالي يقع النزاع والشقاق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما عند مسلم.